متابعينا الكرام، انطلاقة الشوط السابع وهو الرابع للأبكار المشتركات الفطامين لمسافة 1500 متر. كوكبة قوية تنطلق لهذا الشوط، ونتابع هذه التحركات لنفتتح الإذاعة بالشانية إبراهيم. هناك يتواجد بن سعيد بن سالم الدرعية. سلام يا بن سعيود. المركز الثاني، ناتي للمركز الثاني، نبحث هناك عن اللي في المركز الثاني. متابعين الكرام، هملول حمدان بن سالم الدرعية. المركز الثالث عندنا هناك خيال حميد بن عبد الله بن سطيون. المركز الثالث الظبي محمد بن سعيد بن حمد الدرعي. المركز الرابع نتابع فيه مزون محمد هادي المنهالي. يا سلام. المركز الخامس معانا هناك نتابع الشعارات، ومن ثم نعود إلى المقدمة على ما أعتقد شعار سالم معيوف. المركز الخامس، خلونا مع الصدارة الثلاثية، خلونا مع الشاهينية إبراهيم بن سعيود الدرعية. بينما المركز الثاني هناك نتابع هملول حمدان بن حمد بن سالم بن حميد الدرعي. المركز الثالث خيال حميد بن عبد الله بن سطيون. الرابع سالم معيوف بن سالم. صعبة وصلته. ما شاء الله، ما شاء الله على الحضور، ما شاء الله على التغيير. تقلب الموازين. صعبة سالم عيوب بن سالم الدرعية هي التي تتقدم في هذا الشوط بهذا العنفوان وبهذا الحضور. سلام الناموس يا راعي. صعبة سالم بن عيوب بن سالم الدرعية. المركز الثاني بن سعيود. المركز الثالث على ما اعتقد هناك ما بين بن حميد وبن سطيون. التوقيت 2:17:54 54 جزء من الثانية. سحابة التي انتزعت الصدارة سالم عيوب بن سالم الدرعية. الناموس يراعي سحابها على هذا الإنجاز. مشاهدينا الكرام،